كلمة الآن للفريق الفيدرالي. شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين. كان بودينا في الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن نناقش اليوم طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور السيد رئيس الحكومة بخصوص استراتيجية الأمن الغذائي ببلادنا. لكن تصريحكم السيد رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب يوم 30 نوفمبر 2012 حول الحرية العامة، وخاصة ما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وأيضا قرار المنع الذي تعرضت له العديد من المسيرات السلمية الاحتجاجية غدا السبت 8 دجنبر 2012 في إطار اليوم الاحتجاجي الوطني للشغيلة المغربية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يجعلنا نؤكد أن الأمن الذي نحتاج إليه اليوم هو الإطمئنان على مصير الحريات الجماعية والفردية، هو الأمن من أجل ضمان سلامة مسار الديمقراطية ببلادنا، هو الأمن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للطبقة العاملة. إننا لا نفهم لماذا يصر السيد رئيس الحكومة على جعل الطبقة العاملة خصماً بدل أن تكون الحليف الطبيعي والاستراتيجي لمحاربة الفساد وإسقاط الاستبداد وإقرار العدالة الاجتماعية. إننا لا نفهم لماذا تصر الحكومة رفض التصديق على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية والحوار ثلاثي الأطراف. إننا لا نفهم لماذا لم يتم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه العمال والعاملات. إننا لا نفهم لماذا لا يزال إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل رهن المزاج السياسي للحكومة. إننا لا نفهم لماذا هذا القمع والاستعمال المفرط للقوة في فض الوقفات والاعتصامات السلمية التي التزمت الحكومة باحترامها وحمايتها. إننا لا نفهم لماذا تستنجد حكومة بمقتضيات بين مزدوجتين قانونية تنتمي للماضي المظلم الأسود للتضييق على الحق النقابي. لماذا يصر التحالف الحكومي على عدم الإقرار بحقوق الطبقة العاملة والوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه؟ لماذا يتم تهميش الحوار الاجتماعي وخرق الحقوق وخنق الحريات النقابية بشن حرب معلنة يومية على العمل النقابي بالقطاع العام والخاص؟ إنما نخشاه اليوم هو إعادة إنتاج السلطوية والتحكم من ثنايا الدستور الجديد الذي يقر ويعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية للطبقة العاملة. هل تريدوننا أن نبكي بدموع فسفورية حتى يعلم الشعب المغربي كم نحب هذا الوطن؟ وكم تعاني الطبقة العاملة من ويلات في زمن الحكومة الحالية؟ سيد الرئيس، احتجاجاً على هذه الأوضاع وعلى تصريح السيد رئيس الحكومة بمجلس النواب والتراجع الذي تعرفه الحريات، أعلن باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية انسحابنا من هذه الجلسة كانطلاقة لليوم الاحتجاج الوطني غدا السبت 8 دجنبر، والذي يصادف ذكرى استشهاد المناضل النقابي التونسي فرحة حشاد. نتمنى أن يلتقط السيد رئيس الحكومة الإشارة وأن يقرأ بشكل صحيح الرسالة. إلى ذلك الحين لنا ساحة النضال لمواجهة كل القرارات التي تستهدف الحريات والحقوق والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنين. السلام عليكم. الكلمة الآن لمجموعة الاتحاد المغربي للشغل.